حل ان انا بطل التدخين، بس سواء هي او التدخين ده مش حل. حل مثلا ان انا بطل، انا ابقى جوايا عايز ابطل. رجعت طبعا للسجاير، لقيت ان الفيب مش مدياني نفس الدماغ بتاعت السجاير، فاضطريت ان انا ارجع للسجاير، وعشان الفيب مكلفه. فكره ان انت عايز تبطل السجاير واي طريقه قدامك هتاخدها هي انت هتبطل بيها عادي، بس يعني الاسهل والاسلس هي السجاير الالكترونيه. التدخين الالكتروني كذبه كبيره عملتها شركات السجاير. ميزه وعيب في نفس الوقت. ميزه ان هي ممكن تخلي كحتك اقل، ما فيكش ريحه الدخان بتاع السجاير، ما تخليش ريحه ايدك وحشه او نفسك وحش. الفيب سمعت برضو ان هي بتعمل ميه على الرئه والكلام ده كله، ما السجاير برضو بتعمل حاجات اوحش، بس الفيب لقيتها برضو لا، هتبقى مضره اكتر، لان انت اللي داخل جسمك ده كله مش نيكوتين بس، لا ده زيت وداخل جسمك فليفر وداخل جسمك حاجات كتير قوي، فده انا ما حبيتهوش بصراحه. او السجاير الالكترونيه بتتكون من قطنه او حاجه فيها قطن، القطن ده بيتحط فيه زيت، الزيت ده بيتبخر وبيوصل لك النيكوتين اللي انت عايزه. الزيت ده بيتكون من نوعين، جليسرين وبروبين. البروبين ده بيتحط فيه النيكوتين، والجليسرين ده هو عامل الزيت ده مش اكتر. اللي بيحصل ان الزيت ده بيتبخر اول ما السجاير الالكترونيه تشتغل، يحصل كهرباء او اتصال ما بينها وما بين القطن ديت، فبتتحرق وبتطلع لك الدخان العادي، وديت احسن من السيجاره، لان السيجاره بتديك قطران نيكوتين، حاجه بتولع دخان، لكن في البود ما بتديكش غير النيكوتين بس. اللي بيشتروا البودات او السيجاره الالكترونيه بتبقى من الطبقه اللي فوق المتوسط والعالي، بقى بتتراوح من بدايه 350 ل 700 جنيه مثلا. حته الدخان الكتير ديت ده انت بس بتلاقيها في الفيب او اللي هي الشيشه الالكترونيه، عشان خاطر فيها الجليسرين او الزيت اللي موجود او الزيت اللي بتدخله في الشيشه بيبقى نسبته كبيره بالنسبه للزيت اللي هيخش في السيجاره. يعني الشيشه يعني الناس اللي بتشربها لمحبين الدخان مش لمحبين النيكوتين. رغم من خطورة السجائر التقليدية، لكن احنا عارفين السجارة فيها نسبة كذا من الكار، نسبة كذا من اول اكسيد الكربون، بيبقى فيها رقابة وهيئة المواصفات والجودة، لكن دي ما عندهاش رقابة، وممكن تتعامل زي بنقول مصانع بير السلم، بيسبب التهابات في الرئة، ومؤخرا اكتر من 100 حالة في امريكا أصيبت بالتهابات رئوية نتيجة التدخين الإلكتروني. ومن يومين بالضبط أعلنت أمريكا وفاة أول حالة. في ناس ابتدت التدخين نتيجة جاذبية السجاير الإلكترونية، سواء من ناحية النكهات، سواء من ناحية المنظر، سواء من كمية الدخان المنبعثة. نقول كلمة واحدة، التدخين الإلكتروني ليست البديل الآمن عن التدخين التقليدي.